بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عاشر كان وكيل لببغ الكنتني السقالات كمدة من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، باب جواز التمتع. وحو باب هاي تمتع إنه بنايه، بمعنى إن لنستاء مال الراحيست في الحج وعمر الله هرمر يكدبنا حج الوحشيو إسلام بلاها حجك قده هو ده يا تمتع على قوده. وحانا سوق يا تمتع لبدي قويبه وها قران كي يا تمتعي. ولذلك حافظك حلو، ويطلق التمتع في عرف السلف على القران أيضا. تمتع ضد مقشوع رغم كي هذا السلف الصالح حتى قران كسوق لي لبدا معنا بمرك واللوجي ده. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى وحلو أسوى، حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال عبد الله بن قيس، قال قتادة وحوري قال عبد الله بن قيس العقيلي، عفوا عبد الله بن شقيق العقيلي، كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ينهى أمتك كربوها عن المتعة، أي متعة الحج. حجك إن تمتع لقو حجيو أنت عمر الله هرمريه لقى حلالوه هدنا حج لحده إسلبيش الحج قده هذا أما بلها حجك. وكان علي بن أبي طالب علينا وحوها يأمر بها كي أمد فر متعد فرجري أصوغ هلا سمي أورنجري. فقال عثمان لعلي، عثمان بعلي وحكي لكلمة واد أنقر حسنين أري بمركين دودة هي المسألة تكون من رافين أي عثمان أري كسوف كذي. ثم قال علي وحكي أري كان وإمن دونايو دعنا منك وي دعنا منك ورنقتك أما النداء أكله أما أمس أكله. وهذا المركة الرقوة وينه علماء وخلفاء كالقبطة أنا هين مركة أنك على قفيري هري هذه كلفظ أي مركة روح ميقان كيزي يمشى اللي شو قال له إيوه أي مركة قن قن أي أري علوس. ثم قال علي وحود لقد علمت وحد أكتا يا عثمانو أن قد تمتعنا مع رسول الله رسول كإله إن لا تمتعني وإن حج يعمر يسقدر سنني بلي حجك نبي قلنا لا سعدت أكتا هاي وحد مركة أمد أقدي دي سانو مقرن أيوه. فقال عثمان وحوله هو شو واك جرابيو أجل برها وأن أجاي إن تمتع النبي وسميه بمعنى قرأ النبي وسميه صحابة كلنا أي تمتع سميه. ولكنها سيشي ولكنها سيشي أن وحنا هين بور كنا وحنا خائفين خائفين أكو عب سني حلق أن تمتع السميني النبي قال تمتع السميني عليو عبس باجرتي وركاسو يوسي يوشي سيد عثمان وأنا وران صح هاي وران صحاين دودان صحاين وهي صدرت اللفظ ولكننا كنا خائفين وحي كتمت كليا رواية عبد الله بن شقيق العقيلي رواية بس هي كتمت محايل حديث ك وحاكله لوريه ننك اللي هذا عبد الله بن شقيق لوريه سعيد المسيب لوريه عن عثمان وعن علي وكذلك مروان بن الحكم الأموي ووريه عن عثمان وعن علي روايتنا وفي الصحيحين وفي الصحيحين تسعيدنا وبإيمان دون تابا مركا لو الرواية لفظيا كما إيمانين ولكننا كنا خائفين تاس كما إيمانين. وأنا مشكل من حيث الفقه أو حلق حجة الوداع وحبس أمتشيرين لكن موسى صوحو قبا رواية الشقيق عبد الله بن شقيق العقيلي أي أقوى من رواية سعيد ومن رواية مروان مركا سياق سودا ميستنيا لأيغو مركا ومشكلة وحن صوم الرأي حديث كحارث بن وهب مركو كهل لها النبي محمد عليه الصلاة والسلام حج كيسي حج وداعها يقاب كل واحد يا حالدة أمني الغصقنا وكين صوم الري لح بقول سقاشني لح رقم كتاب الصلاة بينك صوم الري. طيب صلاة مك اللي جابين يا جمع عيد بينك صوم الري لح بقول سقاشني لح بتكفيرين كرتان إنه يري سحابي يقول كنا آمنا ما يكون الناس حلقان صلاة جابينيني أما أنه جمعينيني وحانوا أهين حلق بن ادم اوغن نبدل يا بدنا حجة الوداع هذا هو عله الهي سبحانه نبي قرقاري قال جبتي عرب اسلامتي مركا سنه كسنه كهريين وكن نبي ابو بكر الدري يجيلي ضواف كي كعبة ما يمنكر الروح قاون والله يطوف بالبيت عريان سنه كهري سيدنا وكن مكلف فرطيب يا عرب أي هو شاكو شبطي الله وده إسلامي أي واحد قال لي ماكو صورة وقريشة دي عربة وسنجرين أطراف تكو يجروا واجد دم إسلامي مويت في حجة الوداع واجد مركز نبي وحجينا يي عبسي إسكبا داي قبيل عربية ومشرقة ما قال ما بشرين
اللهم نمنك دكبح سنة حدود العرب اي مركا شري حق الشام اي عراق عرف كذا كرجل النصارى ذا مويون ايون واقد دنبها دمركي شام يلا قبطي اي عراق اسلامي مويون مركا قد يضا مركا وحان عوان عبسنيني سحماها وان عبسنيني سحماها علماء مركو حيت الماميان يعني لفظي كان امام دنبو عبد الله بن شقيق العقيل نحافظ امام الجبل التابع وريي لما دهي كرو ومنكر لما أمشاد لما أوران كرسود حافظك جزم سوى شدود بوشيغ لك شدود كاس وحان ديدين وحان ديدين قضية دو كهلا يعثمان من عفان ماءها حاج دو عبسة ماءها وحوجي ذا إن بلا حاج كان انتي اللي عمر يستو هدنا اللي حاجيه أما عمر با لنحد يو بلا حاج كو اجي ذا سيدة دو بتوطعوا معي وإن هل سنة قده هل سنة قده لبي يطنبلت قده حق الناب عمر يسوته حق الناب هذا حجده وحي كله دي دنايين وكده قال الله ميان إن بلا حجك لعمر يسته لعمر يسته لبضا قضب كده قال الله ميان مرك لبضا قضب كارن وور دعاي صحابة عبسانة يوائي دعضي حج عمر دي النبي عمر يسته عمرة الحديبية صحابة بانتي بيت كوسو قستين عمر ايما دين لو دي جري كدبنا هذا الدير كدبنا بمحمد يقفار قرشي هشيين أي لابتين عمرضا مدينة مركة كصوب بحين إما كأسو السعودية وحي صحابة صوح الدين في ذي القعدة عمرة الحديبية وحي أهيد في ذي القعدة يا أهيد مركة وانا مؤام حي وعمرضا عضي في أشهر الحج عمرضي اللودي دي سنة كي تضباده هجرة الحديبية مركة لوه هشيين النبي صحابة اللابتان سنة كذا مرة صو عمر يستان وعمرة القضاء لو بحيي عمرة القضاء عمرة الله واد يدم بين النبي محمد يسحبون يسوع عمر يستان وحي أي نبع عضي في ذي القعدة بشي هذه بين قطي لبضع عمر محيد عين في ذي القعدة مركو عمرة عليه في أشهر الحج النبي محمد يسحبون عمر يستان وهم خائفون خوف مركز سيدنا عثمان شيعيو ولبضع عمره وراء نحد عاي في أشهر الحج يمكن مركز أشهر الحج عمره يستعمر هرمري هذا نمحو حق ولا هاي إنه هذا نحجيو مركز اللي قال يوم التروية تاسو كهلا أي ما أقول حولي وأنا عبسنا إني حاجة الوداع النبي يقول السعودي ما يا صحاب الله ما يحجين عثمان ولا السعودي ما أقول حكاه الله مركز تأويل كاسا مركز يا صحيح ومركز أدي هذا قيام بطن وحدثنا يحيى بن يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن حارث الهجيمي اخبرنا شعب بن الحجاج بدل اسناد بكتبه مثله مثل حديث غندر يعني حارث خالد بن حارث الهجيمي عن شعبه يا محمد جعفر عن شعبه اسم التابعي حديث كان النسائي باسون رسول ساره وحدثنا محمد مثنى بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا شعب بن الحجاج ابي بسطام الواسطي عن عمرو بن مره الجملي عن سعيد المسيب حديث سعيد المسيب نواك متابعين عبد الله بن شقيق العقيل قال وحور سعيد اجتمع علي وعثمان علي وعثمان باكل مأسو يمد بعصفان ماشا اللي يدادو ماشا سيكوكل معصفان من المكا كوكل رئيسو جد كان مكية مدينة أول حياة كويا لو حقا مكي حقوي عصفان اللي يداد فكان عثمان وحو آيانها ومدك يكربة عن المتعة عن التمتعي إن عمر الله هرمريو لقى حلاله بك دبنا مالك سيديداد بشا عرف الله حد حج أو العمر عمر ذو أدي ذي ترو مدك الريب جري في أشهر الحج بلا حج كإن لعمر يستو فقال علي وحيري ما تريد إلى أمر فعله رسول الله تنهى عنه علي هوشا سوى كقرمي وحير علي ما تريد محات كربته إلى أمر أرهن فعله رسول الله أرهم رسولك النبي محمد سمي محاد كربطاي وتنهى عنه ما دوغ ريب أرهم النبي السمي محاد ما دوغ ريب محاد كاق علي محاد سكا سيد لذي سيدنا عثمان هؤلاء أكتا يصوبانه إنو سمي محاد أمد أقود دي ديسا وسؤال مهم فقال عثمان وحور مركي هوش أتكات دعنا عنك وات كلمة دي هران وصو أفقبات سدي عبد الله بن شقيق العقيلي في رواياتي أما رواية سعيد المسيب وقعدي دعنا منك ونقطك ورك نقطه نقلتك ورك هذا وضه ورانا وكيسو يلي أجل وأوغ هاي لكن وانو عبسانا إني مركور ورنقطك وهذا لك يقدا فقال علي وحور إني لا أستطيع أن أدعك ما أود إن أنكاتك كم الدين كرو وردام يا كم الدين كرو واضح ما هي لما سيوا دين نص ليه هاي وذات لدين ما هي وذات يا عامي يا علمي يا شريف يا شيخ نين لدين ما هي لأن محايا إلي
شيء مقدس كا ودينتنا شيء مقدس كي حرمضة يمضنانتا مضن وهذا الك عليه كالرسول عليه الصلاة والسلام قف مسلم كان قيمه سي حرميس وحكوا حرين يا كل بنتو ناس كا يا شرع حرمي مركز أرقت الروح يا صقو اجتهاد يا أموح كلا إسكدر دعي أما قيل عودار بشكت إنه بال مرة هيو نسكي نسكا حرمضة يمنان تله هدي أصي نسكي لقى أم مصور لقى هرنا دين كهبا بأوي دين تنوح كل دور سنت هاي وإن أد إلى لسان الدور تان حل إسكا سارتان كمد دين كرور إدا كمد دين كرور معي هلي معي لو إن نسكا لقو عديه وإن نسكا لقو عديه وكيف ابن عباس يري وحن كبقى يا إن عرك الحق رجح يلك قصو ضاد شو لين رجميو سيد كفارتي كه الرئيسي إن كه الرئيس اللي رجميي أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال عمر وأبي بكر قال أبو بكر وعمر بالي نبي محمد بايدي بان إن الله هاي مركز الله سو شرت جيسان أبو بكر وعمر بايدي والله ماذا صحابي رسول قد هاسكوت درينا ضد أن إسكهر من كريننا هاسكهر كيننا أبو بكر وعمر هذي وحتى وشديد أما قاب حوار كين إلا يعذر الدار اللوق البحيم مذيهن والواحد قد بن وعلمتي أوليدي إلهي وي لكن مننت وحايس كله نسخ إن لا إلى لي السنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأنا أذكر درته حق أوه يرسو يا ذو إن كحد قد بن علمتي يا أهل العلم يا أهل خيرك أو ترى هذه بلا سوق ودويح الدليشة سك آخر لا تقدونه أنا أقول نسخ كان إلهي كرسول كذي يقول أكتهي ولا قد نقاقين ملك الله بضعوا إلا جمعيو سيحر اللوحة كتابة دين صومالي الكنا كنا بعد قالان سيدي مركز شرع الله إلي علي علمان حرمضوا دي أنمال لو قد عيني بلدون هيا أما لو قد عين معناها سو مركز سيدنا عثمان علي وضا إني لا أستطيع أن أقول مبأ أود أنا دعك شرعا وي وأنا أود أنا إسكام مصحق رقان أهاني يفعل أهاني يبنى أدن مبأ لكن شرعا إما أقل شريعة حجعت إن أنكتغو وأنا ديك أكو حرميون كاقل لحظ فلما أن رأى ذلك علي علي مركو أرنك أركين عثمان هوش اسكول بها يحق أنه ديدين هاي أنه قصوا النقضة أهل بهما ووضح حج عمره جميعا سوى ذجرة حول ما مقلس عثمان هاي قد يسانيك لبيك اللهم بحجة وعمرة معا بكاقض قاد أضوه وأميرك المسلمين الخليفة الراشد لكن الحق أولى الحق أولى وحاوي ما أن يتبع وحول الشيخ الإسلام التيمي مركو كهلا أبو إسماعيل الهراوي والشيخ الإسلام لو يقان ابن قيم في مدارج السالكين مسألوه ذاتك كخل دمي بآد أقوقل بحي حكا كتشوك سد حكا كيستاغي سلسلي نكرتمها كتشرا إنو وحلا لقى كاركات لقو اسكد داي وكو عبار وذي باركون سالك السعوني مركاس وحولي شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا شيخ الإسلام حولي آد بان أجعله لكن وحان كسي جعله هاي حق هذا الكيسان وحو خلاف سنية هاي كتاب ربي وسنة النبينا محمد بخلاف سنية مرك حق الشيخ يقجي مرك وإن الميزان كو سيدا كو أهادو عامضة وحا كود عوام حي عامة كو عامضة الكباب كو حا كود عاه وذا دها يا شيخ ينك علومة أمان نبضون كي يؤضيقا كلقي مبتو كلوين هذا نصوص تي شرعي حرطة باللوغة أنا محا كود عدر ليلة هذا إن الناس كان تي آد حرمي سؤوين وذا دها أنا ii culimada feeshiga iyo waxa uu reebi waaya labada marka waa la iska laba cudur weeyo xun xun nasku xurmee qadari culimadan xaqeeda ilaali ha ku xad gudbi waxba ha caayna af lagaadeen waxa jiraada warka sheekhu waa khaldan yahay nasku khilaafsan yahay laakiin hebel wana culimo khayr badan wuxuu ismoodsiye ama u baxay asaga u taala laakiin hadda anagu kana inoo yaala in wadaadku xurmadiisa iyo xaqiisa la dhowro naskana aan laga tagin baa la rabaa labada taraf ee mirna lagu antaraarahayo naska weynintiisa iyo bahdilka culimada من اللغة أن ترارها هيو وذا دهنا يكلوين هذا الناس كنا آت فضيسة إسكيل عليه لبضوا وحكين كران قالم يكين كران لبضوا با آياتين كنا بحكو جين كران قالم حيا لي إن لا قرصوا أو لا حقروا علوم مسلمين تورن سجود لا حقروا وقالم دين كلا قب حيا لأن علوم حسوا قلايا نبي محمد بقى أبوا صحابة بسوا قليس وهلس مرك التحقير العلماء استخفاف جملة وقالم نسكو لغته بعد ما تبين انا ومحي قال لي مكيني سهالي سوي وين لسكي لالي الله بضابا اريك لسكي لالي ما هذا تري شيخ الدوك مضح ديقا وقال للردين محاضرة لغا قباني منبر كان لغا استاقي وقال لأوبتين انت حق العضين كان العضين حق اللغا الدماية
حديث كان النسائي بصوصر أصغونا ثوائل، لكن أحمد وعند النسائي وحكوي مد فلبى علي، فلبى علي وأصحابه علي كله ما هين أصغي يحرت اللسعوتي علمي كقادن يسرنبا وحي والحدين حجي عمره بالعمرة فلم ينهاهم عثمان، عثمان مكو أركين علي نسك كود دقين رقي سنة راعين فروك قاضي، فروك قاضي موسى دين جوجي ما أمير كواد خلافة سن مدولي بدأت كوب حيسان بقوان كانوا قاتبة كوري من يسن وحاكوف إلا قوان كانوا حكوه يميد قوان كنام محمد عليه الصلاة والسلام هو شيء اللي قصوا قرون جرسيد كي ينع شام محمد علي قبل عن وكلو ما أنت لما أديم كره ولا أصلا أسكف فلسفة نمانية يا أيسيد كقدر رايان أما إذا بدر رأي وده اللي هي وحكى رجع كرت هذا الشيء تكون تجابنا يي ضد كإيمان كذي الدين كل شيء يقول دقيه ما أنت نينك آدامة أما برجع رورتيس نينك آدامة أنا وصون إيش شيء إن آدم كله فتا وحجوبي بسيط كذي بالليل وحجوبي نينك حجوبي معلوم سمين شري بو عيسى لقون شري أو شو أذكرته صلاة صحمك هي الله عليه وشام محمد على قبل عن آدم إسكلي استاجي كله فتا سيدك وسوء استوالة تكذي مركي لصلاة اللي قبل حيبوري شام محمود وكالي ياكو أمرين الآذان تسيدي حرا أمر كذا أمر باكوري سيدي أمر كذا هم أمر باكوري معجزة ذا أمر كذا كي الله كوري وي ها وطفي عن تايبور هذا هو الحجة بحضي أرد أنت قال أمرك عبستي دقائق ويدو وسيدك أمرك هلفاء وقال يعني تجابة واساس اللوسو قرشا يسيء دوون إذن وحيابا بدون صلهين أيا سيدك الله تيري المجاهد الكبير من علماء وعالم وفقيها وأفتهن وأديب وننرقيدة وحنسو برنان كتالو ونصمال اللقيه لإنين هدو كورن آن لقيه لإن دبن اللقيه لإن أدك تايبو آه مركو حيابا دون صلهين بالله تيري سي سمعاد اللقيه دلو بالاش اللقيه رفو وحان صلهين وبدن بيقالضو يا منافقين تو يين تدين كنعباء اللي ان تاريخ إنه مقرن قالا إنه قرتي تاريخ إنه مقرن قالا إنه قرتي وحي نوم مرسوم من اسكوال لعنا حنوفتن بشكو هيرين لا وعن كورق من واسك يري اسك الى لي وحا اسغا امرك وحا ويه ان ليلادان امرك هذا اي هوشادا وحا كوري امرك نبي محمد با عثمان وتعالى امرك كما ريبي كرو علي رجل الله سعده وشو ما ديدي كرو وما ديدي كرو روايه مروان من حكايه وحا كتيمد او سدان كعد شهيد عثمان وعلي او عند البخاري عند البخاري كن شنبق اللي احنا صدح كفيري روايه حكم مسلم موسى كيرين شهيد عثمان وعلي بن يان قبجوق ها وعثمان ينهى عن المتع عثمان ومضى ومتع لك الريبة هاي يعني عمره هو الرئيس كدمنا حاجة للضبط دقيق وأن يجمع بينهم ما يلا سكوت دارو الديدية فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة أي فقال علي ما كنت لأدع سنة النبي لقول أحد بور ما كل اللي محاصد محل أمير كو خلافة سنة وضد عضاتي النبي محمد قف بنا آدم أنتم دون ما الله أكاد إريجي سي يجو أنك سوقت وقت ما يبو إذن قد يدس وقد يدس عطه مركا اجتهاد إسكندر دعيا عثمان يو عمر بوها لكن الحق مع أبي بكر ومن وافقه والنبي وهو شو عدي أساسا نصعة وأنا قص عمر إريجي سيدنا عمر وكدع وذيو حضور ذاك التأويل كيسو أورنجري رأي قدام بيسي وأن أوجي هوشو أنا سدات ولكني كريتو أن يظلوا معرسين بهن في الأراكي ثم يروحون في الحج تقطر الرسوم أنك زوم الرئينا من باب سد الذرائع الناسك أي سندي الدنين سندنا أي سند سماقة يقولك أي سنو خلافين ويكبقيين عامد أقون تدران أن مركز سند الدين كأقون إنه يكون في النوبانو قابك لا يوقات سند الشريعة دي. وحدثنا سعيد المنصور وابو بكر بن شيبه وابو كريب قالوا جمعنا حدثنا ابو معاويه محمد بن خازم الضرير عن الاعمى سليمان بن مهران عن ابراهيم ابن يزيد من شريك التيمي عن ابي يزيد من شريك التيمي عن ابي ذر الغفار رضي الله تعالى عنه قال حر الصحابي قاس كانت المتعه اي التمتع تمتع حجه ان حج لهر عمر لهر مري صلاه حج دانبا كدبنا لو حجيو حج كانت المتعه في الحج حجك إلا تمطعوا لأصحاب محمد بوءها خاصة سجونة أصحاب تنين محمد كلية الله فالصحي يقولوا كو آيد حكم عاما ماءها حكم مضى براو الحياة ماءها وحكم كوها أصحاب تنين محمد بوري أبي ذر
أنا سرعين روايات كيس إمامكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان الثوري عن عياش بن عمرو العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه أبيه يزيد بن شريك التيمي عن أبي ذر قال كانت لنا رخصة كانت لنا أنك نوأهيت رخصة أي فصح إذن خاص وأنه أن لهين بأهيت إذن خاص ونبقى أنك نسيي بلا حج كأن عمره يسنو عمره ما كان رمينا كدبنا أن حج حرانو هاوشا أنك رخصة لوك رخصة يقوني أهيت إنتي نكا ليديما أقلو يعني وحوجي ذا المتعة في الحج مؤجدة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد الضبي عن فضيل ابن غزوان الضبي عن زبيد ابن الحارث اليامي عن إبراهيم ابن يزيد التيمي عن أبيه أبي يزيد ابن يزيد ابن شريك التيمي قال قال أبو ذر وحيلي مركلة لا تصلح المتعتان لما متعة ما بنان أما مصوبته وحلو قل يا إماه إلا لنا خاصة أن نقول مويين متعة النساء وكتاب النكاح نقول من دونته هي متعة الحج اللي بدأ بأن نقول بين نصو بطي نوب بنان تاي ويعيد كل الله ما أقوله يعني وحوجي ذا لبدأ متعو متعة النساء ومتعة الحج إيري قاس يا حديث قاس أبو ذر حقفل كلية نبي محمد بهوشا كادي ذي بقفل نبي قال رديي وإنك صومر حديث كديراي جابر حديث كأنس خوايدي سوي صور بتقيمه وإيمان دونتا نبي محمد متعة الحج هذا أنه صميني العمر صوحر أني كديمنا أن حج كدن بيسيني أما أنت أن حج هرمريني أن أبدل لي عمره عمره دي مركان رمين هذا حج لبقى أن حرني وهو شسائي كل رماتي ما أنك خاص نوت هذا صحابنا هاي إيا السنة كان مسوى لأبد الأبد مسوى ولقد إلى قيام الساعة محنا بيقصوا الجواب بل لأبد الأبد إذن حافظك وحوري وحافظ القف لو جوابه ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم رنتي نبي محمد بهوشا كجوابي اسمه تيس يا أبو ذر قل عام وحوت تقليدية وقل راعيون وذا صحابة ووناء يا أبو بكر عفوا عمري عثمان عمري عثمان. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان ابن بشر عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال أتيت إبراهيم النخعي عبد الرحمن بن الشعثاء هدانا هاي وحن قلت قيئون بوقضي إبراهيم النخعي الفقيه وإبراهيم التيمي اللي بدأ وذات وتابعينه فقلت وحن كؤري إني أنا وأهم وحان دونية أهم وحان دونية أن أجمع إن أسكت دوران كل مئة العمرة والحج العام سنة كان أسقع سنة كده إنو تشوقنو إن العمرة يستو كدبنا أن حاجيا دونية محد كليدي. فقال إبراهيم النخعي لكن أبوك أبها أبو الشعثاء أبو الشعثاء وسليم بن أسود اللي المحارب قرن إيسان تابعي قيمه بنا لكن أبوك أبها لم يكن ما أهين ليهم بذلك أرنك من دونه أو محمدون إيسان أنه عمري حج سكدر تصنة كان أقول حجده أول عمري إيسان تكدمنا ما لما حجك حج هذا حرطه ها أبها وهدك الشيخ سنة كان وينا سامي الهين بيدهن أبها قرن مرن رجع صور مر كانوا قليل إن عمري حج للي ما دفع أشهر الحج بكجري. قال قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن بيان بن بشر الأحمسي عن إبراهيم التيمي عن أبيه إبراهيم التيمي وده أبيه ما يسمى يزيد من الشريك التيمي أنه مر بأبي ذر وطريق اللوات أبي ذر بوصوم بري وده أتكاس يزيد من الشريك التيمي بالربذة ميش اللي ده الربذة هو ميل مدينة ككر ريسو مركب واجد دم بقود دقو تلاء هيدو أبو ذر ودقان كدك تيو عثمان وجيي مركي حقوق دور قرأي مثال اسكو قبتين اسكو الرفادين يكبغين برشدو يكوير في النوذو اما خلاف قاس بخالق كان الله أركو مركا وحور بلان كان نصني اذو تولده دقنو هوشان عاسمتنا بل كير فقو ابو ذر. فذكر وماش قول انتوا قد بلو وحبا لسحابك فذكر له ذلك ارنكاس وشيغي ابراهيم التيمي يعني يزيد من شريك التيمي اي ارنكاس وشيغي فقال وحور ان العمر يسنكرو بلا حجك وعمر الله مرنكرو. فقال وحور أبو ذر إنما كانت لنا خاصة دونكم هوشا تمطع في الحج أنك يقول نو أهيد إذنك السكودين إذنك الذي ما أقوله أنكم بدنا له أقوله مثلا مركا هو مخالف لأصل الدين الله سوى محي أحكامته إن مسلمين تؤكسميهين حكمك شرعك كيما دا مسلمين تنبو قد حي أكاس أصلا إلى نبي قرنه هوشا هبل بيقوني كتاي هوشا هبل بيقوني كتاي سيدة صحابة قاركود أحكام لغو خاصي السي أصل كوامد كان متكلم بعضنا الناس كنا بقى خلاص انتهايو
ديدي إن خاص لقاقردقو صحابته أما السند كاس أولو النبي يقول بل ومحوى عامة للمسلمين إلى أبد الأبد. وحدثنا سعيد منصور بن أبي عمر جميعا عن الفزاري. فزاري وأنك أدن به مرام معاوية الفزاري باللوجة أبو إسحاق الفزاري ما هو حلوجة جميعا عن الفزاري. قال سعيد صوحوا للمنصور مكو حدك التبيني فزاري مرد هنا وحول. حدثنا مروان بن عوية الفزاري أخبرنا سليمان التيمي سليمان وطرخان التيمي عن غنيم بن قيس المازني قال سألت سعد وقاس بان ويدي عن المتعة أي متعة الحج بان ويدي تمتع في الحج فقال وحول سعد وقاس الزهري نبي قرب تجي فعلناها ونصميني أي الاعتمار في الحج أي الاعتمار في الحج أي العمرة في أشهر الحج فعلناها ونصم إن بلا حجك العمر يستو وهذا كان يومئذ مال كان كافر وقال ياهي بالعرس بالعرش تولوين كما كوجو يداشش كذا يعني وحوجد عرشك ولا جمع عريش ويه بيوت مكة وجيدا سيدنا معاوية أبي سفيان وأقدمه مدحيناها أها وحو تقليدين جن رأي عثمان بن عفان يا عمر بالتقليدين جريو إن بلاها حج جذوه ذا شوال إيو سيدا تالي عرفوا لعمر يسو ديدي جري سعد وقاس باوش لو يدي وحويري بلا حج إن لعمر يستو ويدي عجتوانا يسمين جري نين كان هذا أمد وديها يو قالبو سو قال أن هوشن سمين جري حوجي ذا سيدنا معاوي لبعو حو إسلامي سنة كسيدة هجرة وقرن إسان عمرضاً ذي القاعدة قرمي دعضي حديبية سنة كي تضباط تي كدن بيسينا تي سيدي ذات وبلو قيسي إذن إعدامات كيسي عفواً مركو حول كونو آن إسلام يعني عمرة الحديبية الله نميدي عمرة القضاء واللي حادي تضباط أها أما اللي تضباط يسدي ذات أها هل سنة قديس كو أعضو لابي طنبي القدود فعلناها أي العمرة في أشهر الحج باللوج هذا الله سعده هذا معي الحج في وضع عدم السحابي واسع ذي ومسلم أبو معاوي هنا تفان دام الربا وهذا سحابي قال هذا الله يمد وديد هينا كافر مشرك بؤها بالعرش داشش كأيو قريها مكبر يعني بيوت مكة سقوط جودة من وجه ذا عمرة الحديبية وعمرة القضاء وكوذا وحمرك هلك لقى قاتي مرك قاركود وحد صوم مرتود كتوبت كين تي مرك صوم نظا قرم مرتود إن لو واحد وشين كرو هذا الجاهل ومشركة إن هوشان شمين جري إسكفر رسالة قدي مرك لو كرو واحد لكن مرك أدان هوشة أدان صوم نخلافين إن هول هروت كسر توبت كين تلو قوقن تشيريو ما بنانو لأنه حين نكون إذا مركم حيسو بدلي حم بين نكون يغيب بين نكون إس لكن هذا وام حي وغيبة لمصلحة دينية روح مركز صنع خلافي إن الوحن وشيل له ويسيو هاوشو كدك دق هاي هرتا جاي هاي إن هرتيب اللي جديه ووسقوا يهاي إن هذا السر ركزات الصور طي. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان يعني ابن طرخان التيمي بهذا الإسناد سنة كذا مرة يسونه عن غنيم بن قيس سألت عن مقاس هذا نسوم مرة مركة سيدنا علي يا أصحاب سور الدي سيدنا عثمان كون الديدي كان يلي واي إن سنضرب بالمران خلافان وحق الله أركيسان سيدنا سعد وقاس الزهري فارس الإسلام أديدا وراميه أديدا إلا خلافه سنة النبي محمد وحتى إسكال الله تي صحابي قيام بناي معاوية ويني وأجان هوشة سمين جري وثر علي زي ولا شو بتجري شلا ضلته ولا شو بتجري هوشة النبي محمد وتاجم بانو سمين جري أضو قالوا مشرق والنبي قال الله تعالى معي أي دين تنكون رقم جم كذا عندهم أنتم نوديس وهذا العلوس وي دعنا منك دي عثمان هوشة وين نافتهاط ويكتكت وقال في الرواية ولاد كان دم يحيى رواية سحوكيري يعني معاوية وهذا إشارة وهذا يومئذ كافر وحوجد معاوية بن سفيان بكوضة. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد عبد الله الزبيري حدثنا سفيان يعني من سعيد وين سفيان من سعيد هي راجحة. وحدثني محمد بن خلف قال حدثنا روح بن عبادة القيسي حدثنا شعبة عن جميع سود الجزاء سفيان وشعبة عن سليمان بن طرخان التيمي بهذا الإسناد سنة كذا صوم رئيسين وشعبة وعوها دي عن وحكا قادنا يا حديدك عفو حرب سليمان سليمان طرخان التيمي حديدك وحكا قادنا يا نيك الأورنجري غنيم بن قيس المازني عن سعيد عن سعد بن وقاص
بهذا الإسناد سند كان وكلوك التبية والتبنية فذكر وحوش يقي وذات كان ضمبي مثل حديثهما فذكر مثل حديثهما شعبة أجهد شعبة وحوش يقي مثل حديث مروان المعاوية الفزاري وحديث يحمل سعيد القطان عن سليمان وطرخان التيمي. طيب متابع شعبة عن سليمان مروان معاوية عن سليمان سعيد يحمل سعيد القطع عن سليمان ساس وجهه. وفي حديث سفيان حديث السفيان هو روح كجرة المتعة في الحج المتعة طبعا إيدغان لكن صدق في عن وحوي سألت سعن وقاس عن المتعة هو ريد بتاق أنت سألت سعن وقاس بان ويدر عن المتعة في الحج نقول روح كجاب صدق ومروان عن المتعة في الحج مرة عيني روايتي يعني سعيد القطان واسدا سوكر لأن عن المتعة بسيكو قابسته لكن رواية سفيان الثوري عن سليمان طرخان التيمي أيضا ما حيتري عن المتعة في الحج سعن وقاس وحان ويدي المتعة مطلقا ما هين متعة الحج بان ويدي ما ويدين المتعة في النساء متعة النساء أي سألت سعيدا سعدا عن المتعة في الحج. حدثنا زيد بن حرب قال حدثنا اسماعيل ابراهيم بن علي حدثنا الجريري واسمه سعيد ابن اياس الجريري وذكرنا سنن كان امام كجبل كحافتك عن ابي العلاء واسمه يزيد ابن عبد الله ابو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير ومطرف ولا الكوي عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير ومرك مطرف يا ابو العلاء ولا له روايه اخر عن اخيه اللوجده قال وحول مطرف قال لي عمران بن حصين الخزاعي وحي يقول إني أنو هدانا هاي عمران لو حدثك بالحديث اليوم ما أنت حديث بانكوشيك هيا ينفعك الله به بعد اليوم ما أنت كذب ربك وأنفعي دون حديث إيا شاكا كوشيك دون هذا كذب أضب حسن دون وآي دون كو وعلم محادة وقالت أن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر إن عمريسي في أشهر الحج بوجهه طائفة كوحو من أهل ريركيسا في العشر عشر ذي الحجة طبعا قد الحجوب باللاباتي يو أهل كيسي قيبك من النبي يري عمريستا كد ابن حاجية هذا واسدو عائشة أمري واسدو فاطمة أمري واسدو هيو يمكن أمهات المؤمنين وحن عائشة كان أوفري واسدو يسحبوا بطناي لكن عمران محمد عابي أهل البيت كيسي خاص كحمد عابي نبي محمد وحلقوية قالنا شيء وناقة وحقوه مرين جري إنه أهل كيسة كب اللاب حمانتنا وحوهر أقول ريبي ترى مضى أقول ترى إنه كف في جامع أقدقه أهل كيسة وأنذر عشيرتك الأقربين وكب اللاب الربدي اللبابين هي يديق العفين هي ورم وكب اللابي دماغي ري بني عبد المطلب الربضة وكيف صوب اللابي مرك هذا متعة الحج حنت هاي أنس في عينين نبي مفرين آل بيت كيسي وسعين إن ليس حابقة عمران بن حسينة قد عمر طائفة كوحب النبي عمر استكوي من أهل آل كيسا كم في العشر طبان كذي الحج هذا مرة دي سيدة تاي ونبي اسكد أمد كلي قودي أهل كيسا خاص وفرجري فلم تنزل آية تنسخ ذلك آيات قرآن وحكم كالنبي النسخ دي مسود دي بور ولم ينهى عنه نبي أمد كمري من حتى مضى لوجهه إلى نبي حجابته ونبي قيريو دي حتى مضى إلى ورقاقين لوجه يعني حق النص عن وجه حق هذا غيري يأجل كل نفس ذائقة الموت مرض سيدات آياتنا إسان سودكي نبي محمد أمد أسان كريبين أساقون السمي سقودي سيقارها أنه مضى أفري ارتعى واجد محو أركيب وكل أمرين قفكست بعد أنت كذب ما شاء أن يرتعي وحو أدوانين لقو مرات وحو أنت كذب بي نوال بحو أدوان وحسن لقو منه يسكسها مايو حقوق هذا الحورة هي وقود الحورة هي سيدنا عمر سيدنا عمر إذا واسقى بالله وشاس ارتاء وحلقوا مناطق كل مريم قفوا بعد انت كده بعد الرسول الله قرآن مسود من ريبي نبي قمت كمان ريبي ومضوا فري أهل البيت كيسبوا فري ما شاء وحضون أن يرتاء إن لقوا مناطق من الرأي لا من الرؤية. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد حاتم كلاهما عن وكيع عن سفيان الثوري عن الجريري سعيد في هذا الإسناد سنة كان يكوريين هذا مريسين جريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين. وقال ابن أبي حاتم حوري في رواياته ارتأى رجل نبا وحو أركي برأيه لقم مناشيزة ما شاء وحو الضوانيب أركي أمضي إلودي عمرضة في أشهر الحج
يعني ننكنا وحكودا وجيدا عمر رضي الله تعالى عنه. وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي أبينا ومعاذ بن معاذ العنبري حدثنا شعبة شعبة مركضنا أصونا متابعين يسبينا الثوري عن الجريري قرانا ونصوم الري إبراهيم العلي عن الجريري عن حميد بن هلال الأنساري عن مطرف بن عبد الله مرك حميد بن هلال نحن متابعين يا أبي العلاء عن مطرف قال وحول مطرف قال لي عمران بن حسين عمران حسين وحيقول لي أحدثك حديثا قصا كوشيقي عسى الله ربي أمضي هاي أمر لقيا أن ينفعك به وكوكو أنفعك وده فيه والله بحسد دينيا حق الدين هاند كو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة نبي محمد حج عمره كل مية اسكدر اسكول راي قراء قارن بناها ثم انت كذب لم ينهى عنه مدى كمره من جمع قاس حتى مات إلى حجاب تصوبنه ولم ينزل مسود فيه في الجمع قرآن كمسود يحرمه مدى أدي ذو كحرمه انت وحادير مناقب أن لا يسجون أنا وانكوشي قبور إنا نندق دقا يا أنا هاي أوحوه بالشيقي وقد كان يسلم علي ولي سلام جر الملائك بس سلام جر السحاب كان عمران حسين ودكتين ترجمة ديسا حنون كان أوتقانا بواسير تام قرمات إذا اللي هذا يا كل عيادو اللي بجري وانا أصبر جر حنون كوا سكوت سكمت داوين جر فروه كقاضي ملائك تامر كج أسوق من دينا رح سوق ستوس السلام جرت السلام عليك يا عمران ملائكة الرب العالمين بس سلام جرت صبر كيسية توكل كيسية أنتوا اللي جاي بيبقين واجد دنبال وقل قائل اسجبو اسداويه وباشو يقول بتوحال اسكداوي ابن زياد ومركب مدينة أمير كأبا أنا أمرك بحيو فري بختارنا أصوت دري هاوشي بو يلي ملايكتي وصلان تكا قصت متوكل هل كان إمامك جوغا هذا هي وتوكل اسبوعي توكل اسو أفكا مرة هي محاك بدا كوغلي صلان تبكا قصتي إذن توكل كيسيبا ميشو مرة هي وقدعا سلامتي من قوستين تيبو كهالله وقد كان يسلم علي ولا إسلام جرو ملايك بإسلام حتى اكتويتو إلى أن يسكبيبو إلى أن تنزل تتاويي أنا مضانا إسكالد علي ملايك بإسلام جرتي فتركتو وليقتو سلامتي ولا قوستيبو ثم تركتو الكي إسداوينتي يقومين كما أنا إسكالد فعادة سلامتي بإيس والله بطيب مركا هوشي جوشي أن هوله يجي الله تلصارتي أن كل أبطي حنون كنا نقصب رقرمالي فراحا كقاضي ما يسوى الله بطي سلام تيدي مرحب يقول شيء هيا نين كان تابع وحور ربعين هذا الكوصن فضايا سن له شيء وحانا نهبين مشيق هيا سنة ها قرم مرين بولي انت هذا وداد رأيي أدقاته نبي محمد ها قرم مرين هذا الكيس وحدثنا محمد صنع من بشار وداد كهدو مركو آخرين ما تسوقوا حو تأوي شدي أما قيل وكدك تأسيها الشيقان دون أظم حيث دعوون وشكلوا ذلك سيكتا أنت سيدنا عمر عثمان هذا وضيد إله أن نجحنا إن أمري وخلفنا هين برشبة ذن الملايين المسلكة هين إن علماء صنادى قرنا يعامو أن ترار وحن وحن وحبنان يوحن بن إسكو قمر هين وان مسلبا نكاء هين إن وحخربان وان نكبقني كلفوية النيري دب كلامنا الربين صنادى النبي قال وان عجين الله هدي وركا يوكاس إن لو عدت على غيابه لكن أديك ماذا حكوسا إيه صنادى النبي قال يكو عبد هاي عمر يسكدب يستقل عثمان نبي محمد ذا خلافه ما حد يقول جوني قرط هذا معين نقول مين أورك يكو عدا نوريا ها الله ويا عدات ما حد يقول ده ده كذا بدون تمحده رسول كي يسون ريز مين كو عدانين أن لجو شيءين أن سحب كود تبينين هذا هو قيل مليه هذا هو شو وقت كان يسا مركا وده ده نوعد الدار ها سنة نبي محمد نفرق قبصه عليه الصلاة والسلام. وحدثنا محمد مثنى بن بشار بن دار قال حدثنا محمد جعفر غندر حدثنا شعبة الحجاج عن حميد بن هلال العدوي الانصاري حق حلفي قال وحلو حميد سمعت مطرفا بان مقلي رواية نحوس عليا التصريح بالسماع بكجرة قال لي عمران بن حسين حولي بمثل حديث معاذ بوشيغي معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة أيوب مركب وريه وذات كان غندر هذا التبيي وحدثنا وحكى لحدك انه التبيي محمد مثنى وابن بشار محمد بشار بن دار قال المثنى سوى في رواياته حدثنا محمد جعفر عن شعب عن قتاده مسلم وحوي الروايه حكم مرن كجر قدام بيسي رواياتك حميد اما مطرف روايه سوى قدام بيسي وروايه قتاده نجيده مرك روايه روايه رسول مرواركيسين مطرف حكصه باللبان في الهيا
رواه مطرف حين وصل باللابتي جريري عن أبي العلاء عن مطرف وحكو حقي سفيان عن الجريري باكو حقي هدنا شعب عن حميد عن مطرف باكو حقي وحصومر هدنا شعب عن حميد كذب هذا الشعب عن قتاده كاني قدال بوكي أيوه لو يا رواية الشعب عن قتاده إنه يتاي من أصحي الروايات أيتاي هذا الكتير درت بقال أوجي حدنا محمد جعفر غندر عن شعبان الحجاج عن قتادة عن مطرف قال وحول بدات كاس مطرف بن عبد الله بن شخيرة بعث إلي عمران الحسين عمران الحسين بأيس وفرين دري في مرضه الذي توفي فيه في مرضه الذي توفي فيه حنونك أوجي وذا كل أنت وسنكك حين أيو فرين إيس ودري إيه موجود فقال وحول إني كنت محدثك بأحاديث أروحان ربيب رأينا كوش أحاديث دورة رواية مسلم منا ولا في صحيح البخاري حديث كان مكان مرة هيان هل كان قصة بشر الشيغان وأه عمرة الحج أما العمرة في أشهر الحج بشر الشيغان أحاديثنا دوا جمع واركتان جمع وي قصوين كالي وسحابك وأشيغي أرضي ستابعي ما يسنسو التبنين أحمد باسوري أصور ما يسترن لبا تنكن هل بغل صدن يتضبر رقم كحديث الكثيرين كالتا لبا تنكن هل بغل صدن يتضبر إنه شيغ دون رواية أحمد وما يسترن وارتبال أنت مسلمين دمين لعل الله رب حلقا مضيع أن ينفعك بها أحاديث أنه هو أنفع بعدي أنا كذا شيء مركان غير يدون حجابته وركان ما أنت كورين كوت تبيه ربي أنه هو أنفع على غي أبي كذا جيس فإن عشت هذا ولا تقدم بيسه عفوا فإن عشت أنا وضن حنون كك عبو لا ضان كجرو فاكتم عني قريب الأحاديث تاس حويسا في دمكين إنه عمران باو مدخل الشبني الله ورنني يقرأ هوش حج حج وإن مت هدان جيريودنا فحدث بها إن شئت أمد جارسو عمران بان كفر ده وركي ساسكان دبني سك قاطي نبي محمد مولى إجت بيجي وركت سيجسنا يل ما يد إنه قد سلم علي ولا إسلام جري وريشاني السلام بمراتي السلام جرتي وعلم أروه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمر وحد أقعد نبي محمد نسكدر يجري حج وعمره ثم أنت كذب بعدما نبي اسكدر حج وعمره في اشهر الحج واسكدر اذا مدو صحابه امري يمدو سميه نبي قوا سميه سو قارنا صحابنا وافري ولي هو ادب ولا دغالم وقت غرنيس و نبي صحابه قابك ولا هل ثم انت كذب لم ينزل مسود دقن فيها في الجمع اما في العمره في اشهر الحج مسود دقن كتاب الله كتاب ربكم مسود دقن ولم ينه عنها نبي الله نبي له مد كم ريب قال رجل لكن قال رجل موي فقال الرجل نبا وحوري فيها في العمرة في أشهر الحج برأيه أصلا لقمنا شيء ما شاء وحضونه عمر بن أجي هذا مركع أكود أدور حلية صدق قصة صدق الرموض مهمة أيو النبي كسوكوري عمر بن حسين مركو صحابي كان تابعي حديثك أتبعي مطرفة تقول الحوري واعلم أن خير عباد الله يوم القيامة الحمادون واعلم أن خير عباد الله يوم القيامة حمادون الحمادون وحده قالت ما لنها قيامة الدومة إلهي كوا أخير بدنا أولا أكسن وحاوي ضدك مواقي أدونك تشوقي إلهي إن بدأ كم هذين جري ويحكو دعبا الحمد لله ما هذا قال لي والله خير والله فعاية وابحنا ودرك سنهاي ضدك إلهي هذا يقول كم هذين شيئين جري إن بلا يشيق هين ضدك هذا آخر أو خير بدن ومسألة مهمة وعلم حد كله قد أنه لن تزال طائفة من أهل الإسلام يقاتلون على الحق لا يضو ظاهرين على من نواهم حتى يقاتلوا الدجال حد كله قد ومضى مسلم كان لقوا ما يكوح إيو أرر إيا قيب إيا كميد وهو حق أتاقان وقد قالما وحق سيدتك ديدان له كوها القما إلا واقع أدن بيس الدجال يعيدا كسي الله قالما واعلم أن رسول الله قد اعتمر في أشهر الحج تدعى مسلو كو آخر أضمه وحأخير من إلهي أكتيزة ضدك إلهي كم هاتشيكته يا رب كم هذية لبيا ديف وحي قبام با الله كم هاتشيكته مد الله بات ضائفا مسلمين تكمدا وحق أهي لسكونة تاقا كونة هلقن تلما وايه إلى أدونك لقرقي مد صدحات وحادو قلتا نبي محمد أنو عمريستي بلا حج قدوه هذا حجي عمر إسرائيل صحابة أوفري وأقدم بنا وذات وحول لقوا من هذا أي صوكر لا يقولوا في النوبي صدق هذا مسؤول الشيخ أحاديث الشيخ صدق هذا حديث وي صدق هذا قصود حديثكم ما كفافا سوى إذن شيخ مرجعه طيب ومن أحالك
فقد أسندك عليه، أما من أسندك فقد حالك. طيب حديث كان مركة الإمام أبو الحسن علي بن عمر الحافظ الدارقطني أي وحوش جي حديث كان شعب عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حسين الخزاعي إنه صن صحيح عين بوشيري إنه صن صحيح عين يوشي وحوجي حديث شعبة عن حميد هو في رصدها حديث شعبة عن حميد ولو الرواية هوريت ثمرتين رواية هور محط ثمرتين عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن حميد عن مطرفة ثمرتين وحكو حكتي غندر عن شعبة عن حميد عن مطرف وحور وعلم وحور حديث شعبة عن حميد بن هلال وصحيح حديث صحيح أبو وأما حديث قتادة ورواية هذا الهيسان وأما حديث قتادة فإنما رواه غندر عن سعيد بن عروبة لا عن شعبة ولم يروه فيما أعلم عن شعبة غير بقية سيدا سجيري حمر بأين يجد هذا حديث كان شعبة عن قتادة سيدا وحاكو ولي كلية بقية بن وليد بقي من وليد كلية إذا هذا عن شعبة عن قتادة عن مطرف وحق الله قدر تاد هذا غندر بايري غندر عن شعبة عن قتادة عن مطرف غندر وحام متابعي سيدو الدار قدن الشيغي بقية إن الوليد عن شعبة عن قتادة عن مطرف إذن رواية بحولية مركة صحيحة ما أها محاحد كالقو يقاننا وحالقو يقاننا إلا إذا هذا عن سعيد عروبة غندر عن سعيد محمد جعفر غندر سعيد عروبة عن قتادة عن مطرف وهي إن شعبة ميش اللي سوق ليه وخطأ وحالته فرضين اللي سوق ليه شعبة ميش اللي إيد هذا محمد جعفر عن قتادة عن شعبة عن قتادة اللي إيد هذا بقية كلي رواية مركب بقية محمد جعفر وحد قدرته رواية النسائي في سننه واحتج بها أو خالد بن حارث الهجيمي عن شعبة عن قتادة عن مطرف مرك ورك وش يا جدار قدني أور بلا شوي أور بلا شوي صدق حافظ بايسكون رأي حديثك إنه يهي عن شعبة عن قتادة عن مطرف ورك أوجري ولا أعلم وحوري في إلا بقية عن شعبة عن قتادنا ومرك وح حسوستي النسائي بايكو قرنت هاي النسائي بايكو مرك هذا قاس تطبع كويمد وهذا عن قيمة بدن الله هاي احتج به النسائي من طريقي خالد بن حارث الهجيمي عن شعبة عن قتادة عن مطرف مسلم احتج به عن محمد جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف أسجد دار قدنا وحين قدري إلى جرت الرواية بقية عن شعبة عن قتادة عن مطرف ورواية حافظين وخالد يغندر مع متابعة بقية وخلاف سنة ما بجربه وخلاف سنة ما بجربه مركز سيد الله ودقه أما محمد جعفر غندر وابا أرضي خاصة وأثبت الناس في شعبة إنه شيخ سلالة حديث كحفظيه ومن نوية شعبة عن حميد من نوية شعبة عن قتادة وغير مستبعد وحنا فوق يا الله إنكرك رماها إنه حفظينا وحعضينا يلا بوضع بكل رعيب من نوى خالد من حاره اللي جاء من نوى بقية مركز حقيقة توهين كي مرة يتخذ هذا مركز حقوق دق دق بحكم كاكوجر على تعال قول النسائي ومسلم أي أكتنى أرجح من نقدي أبي الحسن الدارقطني. حدثنا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة رواية كوشي واطن رواية أولي وحديث كحوعان كي هاي سعيد طيب واطن عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حسين قال وحوري اعلم اغو اردقيسي مطرف بالله الله اياه ان رسول الله جمع بين حج وعمرة قارنة وفعلا اما قول الصحابة بامرين يتمتعان ثم لم يزل مسود فيها اي في العمرة اما في الجمع بين العمرة والحج كتاب كتاب قرآن النديدية كتاب قرآن هدي اللواي نبي محمد نمره بن امتك ولم ينهنا عنهما رسول الله رسولك الله انك مره بن انا نسود در عمري حج ثم قال فيها رجل برأيه ما شاء أبو كدب أنت كدب نبا وحي لقوا مرايا سووا كوش تيادة لي يميد لقنا رقيسان ما يؤجي ذا إذن صحابه حدقوا أركيساتين سنان يحلو عداته سيوا البي وداتكو حرمين يا أمو قدرين يا ويتلمام يا إنو خلدين يا سنان أو خلاف أيوه مركا فتقر لي يبوق يفدنا أن كعينين ومدنا عن سكور كينين وإنك سوما رأي أبو موسى الأشعري ولسو قي
عمر يري بالسوق رجعوا فدون جري والسوق امير كبا وهول بدل لا يري كي لا دوداي يري مخادو بدلايس واد اوغتا ان سايز خولو خان كبق ان واخ كلا خريبان موين سنده وان اوغا اذا ابو موسى لا سو دوداي عمر علي وحا لا دوداي عفوا عثمان وحا لا دوداي علي وحا كلا عمر اسكلا لا شيء عمران حسين معاوي حفود قليي سعد بن وقاص الزهري ما أقول الصحابة إن سنن هذا كل إحدى مية لاية لكن سيدنا كرباش ومدها لك على فيتيو ماها طيب مسائلكم درجة أولى درجة أولى ميزان بشيء قد جعله لكل شيء قدرة مسألك أستم ميزان تيدا هي ميزان كجلية يعني لا دافنين دنت جود يود صعد كان الله إلى ليه سنن ذا أنا يعني لقورس يعني لقورسنا الله هيليو مركو سو كيني كرتا وذات كنا كحد قد بين حقنا سنن ذا إلى ليه لابد والله جمعين كره لكن إنك يقول سيرته وحموده يعني لا جمعين كرين مسائل كان كهلا نوع مسائل ك أما اجتهادك كفران هاي أما خلافك سائق وكفران هاي حكوت جرى صحابته إن يكن نقاش جرين المسائل الاجتهادية كان نقاش جرين مسائل ك خلافك وكجرى فيما يسوق فيه الخلاف أحقنا أي مركو حق عداده عدنا أي سن أحيرين جرين أو سن وقت تجينين باكو جرته ونسكو ضوع عدد بعد المناظرة نسكا إن لو خذوا أي واجب ده حقنا آن بال لا غمرين ولا غليحني وحدثني وحاكل احد كي يتبع عفوا وحدثنا محمد مثنى حدثنا عبد السمد يعني ابن عبد الوارث بن سعيد حدثنا همام يعني ابن يحيى بن العوذي بن دينار قال حدثنا قتاده همام ومن اثبت الناس في قتاده كذلك سعيد بن عروه من اثبت الناس في قتاده كذلك شعبه سوق من الروايه سؤاد لو جعل هي عن مطرف عن عمران بن حسين قال تمتعنا مع رسول الله رسول كان لجيران كيس أيان تمتعنو أن عمر يسنى بله حجك قدمنا أن عمر أدن بيسيني ولم ينزل فيه قرآن فيه القرآن قرآن كمسو دق النود دي ذي قال رجل برأيه ما شاء وحدثني حجاج بن الشاعر حجاج بن يوسف بن الحجاج الثقفي حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي حدثني محمد بن واسع الأزد أبو بكر الأزد الزاهد المجاهد الكبير نادو قيام بدون الله تعالى هوي ترجمة فيها من الخيرات والبركات ما يعلم ما لا يعلمه إلا الله هذا الله أخري رق قيام بدون السلف إلهي كم من يستعلمك زهد عبادة خير ورنب الجمعي تراجمته ذه الله أخري وهلا قفا إذا يستو وكي أرجل أحمد بن حنبل الحديث عن الصالحين وجند من جنود الله جند من جنود الله ذاتك الصالحين تعالوا خيرك بغن كوذي وناكود إن لقاك الشكيه حو إيمانية كوك الرعاية سيقول رقم ترين سيدا إلى وقع عبسن ترين سيدا سونا ذا رقم ترين مركا رجع غوشة أكو عام بحي محمد بن واسع باكمدة الأزد أبو بكر الأزد البصري باكمدة قصوين بضم بأعان وكيا بلقسو كوريا إن هو حقا عبادة بضم الزاهد وعابدة حقا إن مجاهد وغزاء دولان بضم بوها قتيبة مسلم حلو أميركا هابو كدو لي تركيا وأقول فرن هاي اللي وجه هذا قليها تراكتا دول البيزنطي مركل الدمني مركي المسلمين تو يقال يسوع صفتين بعيدنا اللي فيلنا قال أسوأ كردي المسلمين تطبون كن ملاها سين نقدنا ما تريير وحيسن كت لجنين بأسوأ فكذي حق يكسر الدولين حق يكسر الدولين المسلمين تلا تون تون صدا خطر لك قالي مسلم نقطة وحول إله الله بريو نما كانوا مسكع الهود قال لنا وحيدون هرد عمل الرقم ذو أما الله هلا رقمه وإن فود اللي قالي لكن إله الله بري هذي إنكم رم بالله قنود هاي ولا تقول إله الله بري واقع مكو بدا صلاة وحضر الله يزقله عيدك مركو الصفي وهاجية وحوري يا ما كان عيدك ولا ده يا الليل بالفيري ومسادك وحكو تشرا نبى ورضي وحور يا أمير المؤمنين حور محمد واسع بكتشرا كلي وفرت التاجة هي إله بري هاي مركاس وقتين مصر حور لا أصبح محمد واسع أحب علي من 30,000 عنان فرت التاجة إله كبر يا هاي يعني كتش على ما أنت صدق كن أو فرس ودقل كسوقش صدق كن أو فردولية إن يسوع جرمدان وحقيقة قيمة بضم برفرت وتاجها يو محن واسع مكو إله بريا هيو سبحانه وتعالى إن زاهدة وعابدة ومجاهدة وخير بضم بوها وآدي آد بعيس الله مستجاب دعوها مركو أجي هاي فرت أو تاج عليس كذا فردم حي ترى الله كمانكم ويوم حنين إذا عجبتكم بعض يا كذا عيس وعجبه بقول كربا لكن حلقة الدريم يصير ضعيف تاي أحدا الله ينوسك بتبارين كرين إذا ربي ستوس إسكو ديبتو أما يجيب المضطر إنك فرت تاجا أوي هاي
محمد واسع آد بوش على يستنينك أميركا وين النقطة هذا مقدار بقاوس كل حليل قول أن لفلي نباتمت غنيمه تركي مالك لقطة لب حنوي هيس ديفين اللي تشبيه نادو قيمة بدن بوها وحكم بذا وحواد النعباء وحواد النعباء نمنك بقر رضا إسلام كالشيغاني نمن هذا في عنا مسلمين يكون هورا كاملين إلا ما ندر وحو النعباء إن لقاقة تهديده تي اللوتو من العلماء أما عابدة إنتو أطغى عاقلة إنو حكا سوقاته وجائزية أبا القدية رقالين التبين إن لوتو أنتو ديدي جري نمي صاحبها هايين وأسنا التابعية ومالك بن دينار لورن جري يا مال أمير كي بصرة حلو قيبين إيو حكا قاتي جوائز العلماء نسينا يا أو إن دير قرد كي قيب تسر رقان كحرمين يا أيو حيوك سوقاتي محمد واسع بان مقلين مالك بن دينار ونن عابد وقيمة بدنا إنو حيوك سوقاتي مدحويني أمير كي بصري وتقعوري وحان مقلي إن أمير كي بصري مانت حيوك حنرو قيبين وحك سوقاتي محاكو قدع حوري يا أبا بكر وحان كسوقاتي معنو بلعان وعدنا مصينيني أضومان كسو إبي وانا حريب ورساسا انت سوقات الله العقد وان قاضي سوقا لتقي أضوم مسلمين هو سكر ببان كسو إيبي فحرر فاعتقتم لوجه الله حور الشيطان بما يشعكوه قلعي هل سؤال بانكو ويديني مالك من الدينارو نين كان أميركا انتو سنحوالها كسينين يمركو كسي يكدب لبدا حالو اسكو ميزانو كي قلب قد اير نقول يهي مانت طو حكا قادانين يمرو حيو دهكو كودي بي اتقندي قلق دقاق بي حيوكو أضوم كسوك قدي وحبان حوري آتيري قلب قد ديب اقول نقول هدية دو كهر يكدب كي بعض نعبي نين كان أميركا حول إله دان كعب صدو مركوران نعباء هاد حقوقه يردن قنها يابا وحول مركب محديش يجيس أي شيء دخل عليك ممكن حولها كوس وقال إنك أتقى في سمارك تدب كي كو جيستي نين جائرة وفاجرة إن أظن قلها تو قلب قلوت على ذي كان حولي وحبان حوري ده حقيقة دي مركوا يا هاي إيمانكم وما وقرأ في القلب إن حمانت النعباته وناقنا شعلاته إيمانك وين مجره أهل الشرك يا أهل الشيط مع سيادة أهل الفسق يا أهل الكفر إن نعضو أتكهوته أهل الخير كان آتعات إيمانك وين مجره أوثق عرى الإيماني أوثق عرى الإيماني الحب في الله والبغض في الله التقوى ها هنا ماشا بهدي لك عقلي مالك من دينار والعقتي يحولي محيشة جنبه ما يبدو النار درقين طيحنا يما هاين مكة لقاقر هلوي قرابي جرين وحوجي إنما مالك حمار بوري ما يبدو النار وحاط كدن وابا دمير بانا هاي بوري وحن فهم يا مجرور إنما مالك حمار إنما يعبد الله سبحانه وتعالى مثل محمد بن واسع بوري إلهي ستوس وربطتك وعابدا ومحمد واسع أما أنو دمير بانا ما بقرن هاي معزن إيوه رقنك الساء ورنا يا دمير بانا اسكوقي ريوام حيوامنا أعلم الناس وأعرفهم بالله وأعبدهم بكجرا ما يقول لنا أخي تاريخي لكن هو منصفين مركو أركين لقا قره لي واسي ديبي دمير بان هايبور من الآن وحيقا جريب بان خير كره هذه شيطان باقود حفر سني إبليس وخائن مالي مالمها كميدا أيود أواقي وصاحبه وأصحابه وأصحابه قيل أفقل فتاة الضد كيقي وارد ماديني الله صاحب بضي أو يبو لنك عن واسي والقصو يعي كبا لسويري وحال محاكو قد عايزو دكي مردوبنو سمار دليرو قرآن كبرنيس نمان ماانكو دون سوما هيا هبين كتوكان هيا سمار كيسي دليد الجهادي سي في سبيل الله كبحا هيا وحوري ها انتو دوارك ولكن أفسدهم العجب بوري وحان ليه دكي إسلام كان أركي جريمان تنمجو وان قوله قرآن كوالا برتا والا سوما والا صلاة والا حجين هيا والا جهادة قال والا جب لكن دكان أركي جريمان دكان حوري نوال بهي انت يرى وسمي يبنانك الله يمني افسدهم العجب اسلوينا اسم هذين اسبوغد سمعنا رنينك حقوق بطبع حقوق رباطاتك انو كبار دي سيد ولادك يقول الحمد لله كنت المسجد بإلهي إلهي وافتي كنت المسجد بإلهي وافتي نبا ما دو يتبادو ماشا بنانك انو تانك وقبت شو عبد النور بسوفي جير مليني بنانك اسو يقبت مركز وداده هي
الحمد لله إلهي وحي وافجيه وإسخري كنت مسجد ونيروبي إيو كسماي مقدشاء أنا مسكين بانوحار ما شاء الله وحانو قاتلوا لي هاي كنت مسجد بان إساي شو وحي وجي ذا كنت مسجد بان كم محاضري مسجد بلال بانوحان رباب وكي كنت ركونا نكردقي وذات كعبونا ويسوف في جيغ لهذا البور وانا اسكت دقائق حق هذا شهبان اسكت دول من هذا بره بالشدة عن كأوي حمق عيسى الشيخ ما هي كنت المسجد الحمد لله بإله وافتشي هذا محلو قضاء الله ينور دسون حوجة ده مرقب براءات حج بقى عسكي إلى هالية أدون كمسلم كحاضر ربا وناقيس إنه كفر حو أسقى نفتيسة حماهي سنة وكان حو لكن وناقل إن القرصات الدونية إنه كو قرصون هذا أدي ربك إذن دحيو ومضى أذن كبارانين مقع أذن كقدونين شرف أذن كقرادينين ما إله هذا لسه يستاقين يقول صورتان أدون كان مانتي دعا فيسي سو مشكلة ما مشكلة وي هو الله مركة تلبيس إبليس كا إسكا إلالي ومن تلبيس إبليس وحاكم إذا وقدرون صنعت كينا هايستا هوش أدون كان بريهان قبسطي الرئيس عتكتي مدي الرئيس خليج قطر إمارات كي دبي بحرين سعودي ما لها سكتي مادة مصابة قرآن باقام بالقولي لأن يردي والله وضياع عاية نينكي رئية إبادية قاري لعاق قبر ألاب والديار آد بحوش الله بمد وي في عانتا دامك اللقاء فيري لكن ويل كاسي قرآن كما أنت تضبع قراءة كو آخري أما الطبان كبكو آخري مع الشواف كو آخري ماشي لو أبل قلت كل جوسين هي هدو كيدا هدو كتاب كقرآن كان أنحذي وحان ربعين لا يسكو حكمه محل أورنية أرجع إساتا الله أرجع إساتا حفظي سي إيو تجويدين تيسي إيو دهي سي إيو تستوزين تيسي محل جوسي جبر جذري جاري عط هدو لا كتاب إلى حلو وأنزل إن أنزلنا إليك الكتاب للناس بالحق هل اسكو حكم حليه ها ارجع ساتاي وحاطه هي ما اصل راع وحاطه متطرف هل عيلي مشروع عن مركه اني دريم بان كقبا انه هي مشروع لغا ليحن امه المسلمين تاه مقصود كي قران كان لو سو دجو اها ادونك انه كتليو لو اسكو مامولو لو كلا بخو ان انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق سورة الزمر صماهين لما وقالوا ويليش إنه ولدن كقادم ميلا اللقين مسابقه وسوق البورسوين واتكون مرقام إيسان بانك هواك خير لكن أمد وحال لك قال لي حين يا أني الله عن شيء مقصود كي كوي نامتك أساقا وضيق السؤال المحيول أنه هي الله هي دريم بايقا قال محايا هبين بالطم أبو وضيق أنت في عنت هاي دراء عدم اللطم أبو قبلكم مركو دعيد دقيد السيحدان ما هي قبل بود كفر هيار وقال الله ربحي هو شو قال هذا هو سال الماء عد بقى إسكا إلى لي وشددت وحوي وانا جينا قرصدة وانا جينا قرصدة وذات محمد واسع من طرائفي وحكمي ده وبدائعي ما لينكو حنون صدي ولي بحنون كو رجيريو ده يو حصوب بعض إنه رك بدون التابعين رك بدون أتباع التابعين عنهم فرب بدون مصوب وقت مركز وحوي ميت وصوب بعض رك كم ده صوب بعض نينك لو يجي يزيد البكاء عابده وهم بدن أوه هي اللي بحي أوه هي قرآن كم مغلب إذا ما تزور دافي ما كواني الله شيء وانه دلاعي وهم قارم هاي أي صوب وقضي مركو كذا قا إذا كلك بحيم بحيم مقع يزيد البكاء بقول إن من شر أيامكم يوم نصبت البكاء البكاء يبوري أنت عند المالك أقول شرب النايد بروا مالك اللي جوب بحي أوه هي أوه هي مالك اللي جوب بحشي أذوقنا ما شاء الله واتي ذهب إيسا ركض المساجد ما ننكاس يقول لما تيبور ما ننكاس يقول لما تي ما جروري وحن سو قريب وضد أفرتن صنع ما لباتن صنع أوي هاي يو المدى الدوغ هاي حاس قدنا إيسا كور قيم ما سو قريب تضو حن سو قريب علمو حن سو قريب لباتن صنع 20 عاما يبكي وزوجته مع لا ولا تعلمه أول ما شو حليه ذا يزيد ال نكوايو يزيد البكاء بكائن بدن بان سوق جارني لباتن سنة أفرتن سنة أوه هاي وحاس كيسو إنك ورقمي نين كم ما أنت تشوق عبادة أسوق أولي حاس كيسك قرين كرواكما
حقيقة هبل بن حقوق سوسين هاي حقيقة عشر بن سبب بحين هاي حقيقة قول المسلمين رباني وحلصوا قباني ويحيسوا دوام حي حتى دان لو وجدنا سقاب الديار سقاب الديار إنو ضلطلو وحبوا كل هذين هي لا نريد منكم جزاء ولا شكورا معها تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تذكر أسترته إنما يتقبل الله من المتقين إسئلالي باشنا الدنيا سمضنا لسوا استاكتان والذين وحنا قبلنا كنا قبلنا كنا نسميني أعمال إذن خاصة وإلهي سبحانه وتعالى مركو لبوين الله قول أنتان أتكب بريدان وتكب توسوشان ياشا تلفون كان إسكاد دائيا آفدا إسكاد إلالية جوغا محمد واسع الأزد نكاوي ورقوا كحرية عن مطر بن عبد الله المشخير عن عمران بن حسين بهذا الحديث سنة كان بان كوري حديث كان وكحية قال وحوري مركو تويني تمتع النبي الله أنا ضاهي مركا حلك على ورقة صوتور أنا إسكادا ما ينسك تمتع النبي الله نبي الله يبا عمري يا تمتع يو عمري استي حق النحجي أما حج عمري إسرائيلي وتمتعنا معه أنه وضع صحابنا وأن لا تمتعنا عمران هدودي سوي وحدنا حامد ابن عمر البكراوي ومحمد البكر المقدمي قال الله بدأ ولا وحيد هذه حدثنا بش المفضل الملاحق الرقاشي بوجهي حدثنا عمران المسلم المنقري عن أبي رجاء العطاردي حديث كعمنا آد بطرق سؤبدي مطار بن عبد الله بن الشغير بوران كسو ريجيني حب وريجي متابعة أبي رجاء العطاردي قال وحور التابعي قاس قال عمران بن حسين نزلت آية المطعة آيات دم العدد سود آية التمتع وجهي في كتاب الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج آيات سورة البقرة وهي تذكرنا إساء وآيات سودك وقرآن نص بقية أي إن تمتعوا بالناية في أشهر الحج ولم ينهى عنا رسول الله رسول الله مدى كمره من حتى ما تيلا وقير يذي فقال رجل برأيه بعد ما شاء وحدثني وحكوا حدثك إيتا بي محمد حاتم الميمون حدثنا يحمد سعيد القطان عن عمران القصير حدثنا أبو رجاء عمران القصير ونك هذا المريس عمران مسلم عمران المسلم المنقري هذا المريس حدثنا أبو رجاء العطاردي عن عمران بن حسين بمثله يحيى سعيد القطان وحوش حديث كبش المفضل وكلو الشيغي غير هذا يشاء أنه قال وحوش يحيى سعيد القطان وحوش وفعلناها مع رسول الله رسول آيات داس القرآن كالسود نبي محمد مدى كمر ريب وفعلناها مع رسول ولم يقل وأمرنا بها مدهن وأمرنا موسى الشيخ أصغر وإذن سكم الشيخين وحول وفعلناها مع رسول الله فسوك يبان الله صميني وحاكلوا مكجر حاجة من حيث الفقه مسألة أصوليو الله يسكوها يو ظاهر كإحتجاج كعمران الحسين وحاكم موقتا سنة النبي محمد إن قرآن لقول نسخي كره وحولي سحابيكو نبي محمد بان نفري أما أن الله صميني قرآن سود دقينا مجر وكدن بيي نبي وانا قمر ريبين هلكا وحوت المامية إن سنة النبي محمد هو الرئيس لقول نسخي كره قرآن لو نسخ كرا لقفامي كرا لكن قرآن كما قرآن سنة إلا سعطة والناسخ هو سنة قرآن هو مؤيد من سوى قرآن كله يبان سنة نسخ كرا وبحث أسول الله قد قال لما مركز شافعي جمهور تسيان هو شايكو هايسكم معنا دافن والله سبحانه وتعالى أعلم.